السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعيني الأعزاء في قناة ناني لايف. النهاردة معنا طاقة الهارب. طاقة الهارب النهاردة هتكون فيها سيناريو ليك يا مطارد، والسيناريو ده مهم ليك. كتير قلتلكم في كتير من اللايفات والأوديوهات، قلتلكم إن المطارد أو المطاردة في علاقة طاقم الشعلة هما المايسترو للعلاقة، هما اللي بيقدروا يتحكموا بعد ربنا سبحانه وتعالى في العلاقة. ازاي؟ دلوقتي طاقة الهارب فيها رجوع، فيها مقابلة، ومقابلة بإلحاح. ممكن البعض منكم ما تكونش مقابلة ملحة قوي، ويكون مجرد اتصال تليفوني او مسج، زي ما يكون بيجر رجلك يا مطارد او يا مطاردة علشان تبدأي تكلميه، لان لسه بعض كبريائهم والإيجو عالي عندهم شوية. طيب نبتدي نقول انت ممكن تعملي ايه في الحالة دي. في حالة انه يبعت مسج ويمسحها، وكتير منكم قالوا الكلام ده، يبقى هنا في تردد، يبقى هنا لسه مش عايز يعترف بمشاعره او مش قادر يعترف بمشاعره، يبقى اذا في جزء كبير لسه ما تشفاش منه. طيب في حالة ان هو بيتم الاتصال بيكي، حاولي كمطاردة تشوفي هل اتصاله بيكي وهل رسائله ليكي هي بنفس السيناريو القديم، يعني بمعنى أصح فيها نفس الشغف الجسدي اللي كان بيطلبه منك أو العلاقة قايمة عليه. طيب في اللحظة دي يبقى بنرفض، ويبقى لازم نفعل ألم الرفض في التوقيت ده. انتم مهمتكم، وانا قلت لكم من 3 شهور انه داخلين على بواب 8/8، وشهر اغسطس عادة بيكون في اجتماع، وفي اجتماع يعني في مقابلة لتوائم الشعلة، وفي بيكون في اتحاد مع توائم الشعلة. هتلاقي نفسك بتحلمي كتير جدا بتوائمك في الفترة دي. طاقة الهارب دلوقتي هو عايز يتكلم كتير، عايز يقول حاجات من جوه منه، عايز في اللي بعض الهاربين اللي تم التشافي فعليا واشتغلوا على نفسهم وكانوا على علم بالعلاقة، وابتدوا ان هم يطوروا ويغيروا من نفسهم، وابتدوا يطلعوا مشاعرهم على السطح بالفعل، او ابتدى يتغير في احاديثه معاكي وابتدى يقرب ان هو فعلا بيحب. دول بعضهم قايم على الزواج، علاقته قايمة معاكي على الزواج. بمعنى يعني ايه قايمة على الزواج؟ يعني هيكلمك في الزواج already في الارتباط ده، لو ما عندوش طرف ثالث، لو ما عندوش مشاكل، او لو هو هندل مشاكله بالفعل. برضو لازم ناخد احتمالية ونحطها في دماغنا ان العلاقة مش هتمشي السيناريو بتاعها بعد التشافي اللي هو ايه لطيف قوي وجميل قوي، وهيبقى في حاجات خلاص عدناها وخلصت. لا، هتقابلنا برضو بعض الأسرار وبعض المشاكل اللي من الأطراف اللي بتخش في العلاقة. وزي ما قلنا قبل كده ان العلاقة دي بتهاجم من سواء الإنس أو الجن من خلال الطاقات الظلامية والشياطين، بيلعبوا فيها لعب قوي جدا. ولذلك نوهت قبل كده أكتر من مرة، أرجو منكم قراءة سورة قاف والهمزة والكافرون لتلجيم وتسكين القارين على الأقل، لأن هو بوابة جسدكم اللي بيدخل لكم أي شيء، طبعا بعد إذن المولى عز وجل. الهارب هتتكشف له أمور كتيرة جدا، وانتوا كمان كمطاردين أو مطاردات هتتكشف ليكوا أمور كتيرة جدا في التوقيت ده. هتبتدوا تعرفوا شخصيات هتتكشف على حقيقتها. حاولوا ان انتوا تكونوا تفكروا شوية بحكمة، حاولوا ان انتوا تقدروا توازنوا حياتكم، يعني دخلوا العقل في العلاقة دي، مش كل حاجة المشاعر والقلب فقط لغير. حاولوا ان انتوا الاسرار اللي هتتكشف لكم دي ان انتوا تستفيدوا منها، انها تشتغل ليكوا في الاستفادة، سواء الاشخاص اللي حوالين منكم، سواء اصدقاء مخبيين عليكوا حاجة، سواء هو الشخص ذات نفسه الهارب هيكونوا في غموض عنده شوية. فحاولوا ان انتوا تكتشفوا الغموض ده، وتكتشفوا ما وراء الغموض ده هيكون ايه. الاسباب كتيرة جدا هتفيدكوا انتوا في العلاقة، هتفيدكوا هل تستمروا، هل تبعدوا، هل تقربوا، هل تاخدوا قرار بالفعل. لان في كتير منكم انتظر كمطاردات، انتظر الهارب وقت كبير جدا جدا، ولازم في التوقيت ده لازم تحكمي عقلك قبل قلبك. شوفي الاسرار اللي هتتكشف دي
هتنفعك، لانها بالفعل ما فيش اسرار بتتكشف لنا غير لما بتنفعنا في المستقبل. فحاولي تفكري في الاسرار دي لما تتكشف لك، واكيد انت عندك حدثك عالي وحساها بالفعل، تمام؟ بعضكم كتير منكم حدثه عالي، حاولوا ان انتوا تسمعوا حدثكم وتعرفوا الروح العليا عندكم، الروح الداخليه بتقول لكم ايه. بالنسبة لطاقة الهارب، فيها شغف رهيب جدا، فيها حب، فيها تفاهم، فيها اتحاد. يعني يكاد يكون اليومين دول ابتدى معاكو أحلام كتيرة جدا بالهارب، ابتدى يجي تواصل، وابتدى في رسائل ليكو من الهارب في أحلامكم. ناخد بالنا كويس قوي ان الحلم لو كان بيتخلله علاقة جسدية فمش هو ده اللي انا اقصده، انا اقصد الحلم بمعنى اصح اللي هيجيلك ما بينك وما بين الهارب هيكون فيه رسائل معينة، وبالاخص هيكون فيه ارقام واسماء. اتمنى منكم انكم تركزوا على احلامكم كويس، لان هيبقى فيها زي شفرات بتتفك جوه الحلم، والشفرات دي هتبدأ الاول بارقام، وبعد كده هتبدأ برسالة معينة منه بأحد الأسماء. ممكن الاسم ما تكونيش تعرفيه، الأسماء اللي بتتردد في الحلم ليها معاني أخرى. نركز كويس جدا ان الهارب لما هيرجع لك من الممكن جدا ان هو يبتدي يتكلم معاكي على مشاكله اللي عنده، سواء بقى كانت مشاكل عائلية او مشاكل عملية. ودايما احنا عارفين ان الطرف الثالث اللي بيكون موجود ممكن كمان يكون شغله، مش شرط يكون احد اصدقائه، مش شرط يكون احد المقربين له او حد من عيلته، لا بالفعل ممكن تكون مشاكل عملية، لان هم برضو الهاربين اخدوا بعضهم اخد كتير كرمات الفترة اللي فاتت دي، وما زالت في كرمات في الوقت الحالي. لازم نبقى فاهمين كويس برضو ان العلاقة دي من ممكن جدا ان يكون متأثر هو من طفولته، او متأثر بمشاكل كأطفال لو عنده أطفال، إن هو بالنسبة له يعني مش هيقدر ينفصل. كل الأمور دي هتتكشف لك في الفترة اللي جاية دي، ودي يمكن تكون الأسرار اللي هو مش عايز يتكلم فيها، اللي هو بما معناه يعني لو هو عنده أطفال فهو هيعمل معاكي إيه في الوقت الحالي، أو أنت هتعملي معاه إيه في الوقت الحالي. ولكن بالنسبة للناس اللي هي تشافت بالفعل وما عندهمش طرف متزوجين منه أو أطفال، فدي هتكون أكثر سهولة للارتباط والزواج إن شاء الله بأمر الله تعالى. أهم حاجة في رجوع الهارب يا مطاردات ومطاردين، النصيحة ليكم إنكم تحاولوا تكونوا واعيين قدر الإمكان، تكونوا واقعيين قدر الإمكان على قدر المستطاع. حاولوا انكم تستغلوا الغرائز الاساسيه في حياتكم الواقعيه، بمعنى ان انتم تستخدموها بشكل يتناسب مع روحانياتكم، لان للاسف كلنا عندنا غرائز شهوانيه زي الحيوانات بالظبط، فبلاش تخليها تسيطر عليك، بلاش تكون انت يعني مستجيب كده ومستسلم لغرائزك. ارجوكم حاولوا انكم تستغلوها بشكل صح في حياتكم علشان تقدروا تعيشوا حياة صح، عشان تقدروا كمان بالنسبة لكم بالنسبة لروحانياتكم ان انتوا ما تأثروش عليها، وتكون بشكل روحاني اكثر وبحالة ذهنية افضل. ناخد بالنا كويس قوي ان احنا ما نقعش تحت طائلة الشغف والهوس اللي بيحصل في هذه العلاقة مع الهارب، وخاصة لو الهارب راجع غير متشافي فاذا هيصبح مصاص طاقة. كمان بعض الهاربين راجعين بشروط، يعني هيرجع وهيحط شروطه كاملة للمطاردة او للمطارد. فاتمنى منكم ان انتوا تكونوا عارفين انتوا عايزين ايه بالظبط. حاولوا ان انتوا تسمعوا الهارب، حاولوا ان انتوا تفهموه، لان انتوا معظمكم بيحط سقف توقعات عالي جدا جدا للشخص اللي قدامه، وبعد كده بتفاجأ ان اساسا هو ما عملكش حاجة ومش هيعملك حاجة من سقف التوقعات، وده نظرا لان انت ما بتحاولش تعرف الشخص اللي قدامك هو اساسا جاي او راجع او داخل حياتك يعمل ايه. فلازم تحددوا ولازم تكونوا عارفين كويس جدا ايه اللي هيحصل للشخص لما يكون راجع، هو راجع عايز ايه. عشان كده بحاول بقدر الامكان ان انا اقول لكم طاقة الهارب مع طاقة المطارد في الوقت الحالي، الا ان انتوا في خلال الاسبوع ده ان شاء الله الطاقة دي في خلال الاسبوع ده
وممكن تتغير برضو، يعني اكيد يعني هتتغير، ولكن الى حد ما انا بحاول اقولها لكم الاسبوع ده، لان في رجوع بطريقة رهيبة جدا، ويمكن بدأ الرجوع ده من اسبوع. تمام، فنحاول كويس جدا ان احنا نركز احنا عايزين ايه وهو عايز ايه. بس قبل ما تفكري كمطارد او مطارد انت عايز ايه او انت عايزة ايه كمطاردين، فكروا هو راجع ليه، دي مهمة جدا، لان هو راجع وعايز يحط شروط. حاولوا تسمعوا الشروط وحاولوا تشوفوا هل الشروط دي هتتماشى معاكم على ارض الواقع ولا لا. طب ايه هي الشروط دي، او ممكن تكون ايه يا ناني الشروط دي؟ الشروط دي ممكن يكون جاي راجع علشان يقولك احنا نكون اصدقاء، او ان احنا نكمل كاصدقاء في العلاقة دي، او كل واحد مننا في طريقه، او هكمل وهتزوج بس بشروط كذا كذا كذا. ففي اللحظة دي تعرفي ان هيحصل مشاكل، لان العلاقة حب غير مشروط، فلازم تكوني واقعية اكثر. ما تستعجليش بحتة ان انا ما صدقت ان انا هرتبط بتوأمي، لا ستوب وفرملي وخدي بالك كويس جدا وفكري بشكل واقعي، انا النهاردة لو ارتبطت مع المشاكل او الشروط اللي هو بيحطها لي، ايه المشاكل اللي ممكن تحدث فيما بعد. يعني حاولي ان انتي تشوفي الأسوأ علشان ما تصدميش، عشان لما يجي الحلو تبقي فرحانة بيه، لكن لو حطيتي الحلو وجي الأسوأ للأسف هتزعلي، وللأسف مش انتي بس اللي هتزعلي، نفسيتك ونفسك هتلومك وهترجعي تجلدي ذاتك من تاني. فأرجو ان انتوا ما تقعوش في النقطة دي. انتوا محتاجين كمطاردين ومطاردات في الفترة دي ترجعوا كويس جدا علاقتكم بشريك حياتكم، لأن في النهاية يعني هي هتكون بداية أو نهاية مرحلة قديمة وبداية مرحلة جديدة في الوقت الحالي، فلازم تكون أفضل مرحلة بالنسبة لكم. حاولوا إن أنتوا تتطوروا، حاولوا إن أنتوا تكونوا بطريقة أفضل وطريقة جديدة. تمام، التواصل اللي هيكون ما بينكم في الفترة دي حاولوا إن أنتوا تستخدموه لصالحكم أنتوا الاتنين، مش لكل واحد لصالحه. أنتوا كده كده النهاية في العلاقة دي بتكون، أو الأون والأوف عادة، الهروب بيكون خارج عن إرادتكم، بتكون إجبارية ودي من الله عز وجل، أو بتدخل كمان أشخاص خارجيين، بمعنى أصح أشخاص تانيين بيكونوا هما اللي بيحطوا نهايات، لان الهارب بيبعد او انتي كمطاردة بتتحولي الهاربة وبتبعدي. فحاولوا ان انتم كل واحد فيكم يشوف مطالب الاخر ايه، حاولوا ان انتم تهدوا الامور شوية وتفكروا فيها كويس جدا. حاولوا التواصل ده ينقلكم لمرحلة افضل. بمعنى ايه ننقلكم بمرحلة افضل؟ بمعنى ان احنا ما نرجعش نفس الرجعة زي كل مرة من حيث ما انتهينا، لا، حاولوا ان انتوا لما ترجعوا المرة دي تحطوا النقط على الحروف بمعنى اصح، وتقولوا بمنتهى الصدق انتوا محتاجين ايه، وتسمعوه هو كمان في الاول هو محتاج ايه. كتير منكم محتاج يشوف هو هل في علاقة توين فليم بالفعل، ولا هل في علاقة سامة. ولو انت شايف ان انت بتتأذي داخل العلاقة دي، لازم تكون عارف ان العلاقة دي على قد ما هي مؤذية على قد ما هي بتطور منك. لكن لو هي كلها مؤذية ومفيش تطوير فيك او مفيش ارتقاء في الوعي عندك، فلازم تفهم كويس جدا ان انت في علاقة سامة. فمن الافضل ان انت عشان تكون متوازن وتوصل للتوازن، لازم تتخلص من العلاقات السامة اللي في حياتك. حتى الهارب دلوقتي بالفعل بيحاول يشوف ان هو هل هو فعلا في علاقة سامة ولا مش في علاقة سامة. هو نفسه بيحاول يحلل العلاقة دي، طب الانجذاب اللي بيحصل لي ده، طب انا اساسا مش بهتم بالشخص كتير، ومع ذلك الشخص متمسك بيا وبيطاردني، او المطاردة بتطاردني. تمام، هو عارف كويس جدا ان هو مقصر في حق الطرف الاخر، ومع ذلك بيسأل نفسه بيراجع نفسه، لان احنا عارفين ان الهاربين عقلانيين جدا جدا، بلس ان هم ماديين جدا، ودايما بيبصوا للبعد المادي، ما بيبصش ان هو عايش يعني في الرومانسية والعواطف زي المطارد بالظبط، لا هو بيحسبها حسابات تانية اخرى، بيحسبها المجتمع والمادة والناس وهعمل ايه. وانت كمان يا مطارد لازم تتغير وتحسبها كده، او يا مطاردة لازم تتغيري وتحسبيها زي ما هو ما بيحسبها بالظبط. العلاقة راجع وفي كله حب وشغف، بس لازم قاب قوسين كده، هو راجع ليه؟ هل راجع مصاص طاقة،
هل راجع وهو قطع مرحلة من التشافي، مرحلة كويسة، فأصبح متغير، أصبح عايز يطمن عليكي، أصبح بقى الموضوع هيبقى فيه مشاعر، هيبقى فيه حب نقي، هيبقى فيه روحانيات بمعنى أصح، ولا هيبقى فيه مجرد شغف جسدي فقط لا غير، ونخش في الغرائز الحيوانية. في اللحظة دي لازم تفعلي ألم الرفض. في لحظة الغرائز الحيوانية دي لازم تفعلي ألم الرفض بالفعل. اوكي، اوعي تضعفي كم طاردة ارجوكو، والا هتخشي في مرحله ان انت هتوصلي لتحت الصفر تاني. ناخد بالنا كويس جدا، عشان كده انا قاعده بقول بعض الهاربين بعض الهاربين، لان في طبعا على حسب كل واحد في قطر توأم الشعله راكب درجه كام او راكب عربيه ايه. تمام، فاتمنى منكم الوعي وبشكركم. ميرسي جدا ليكم، طاقه حب مني ليكم جميعا، بالتوفيق.